زكي هاي شو بنعمل؟ في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية ضرارية من وضع حد للنشاط جماعة إجرامية مختصة في النقل، توزيع وتسليم المؤثرات العقلية لغرض البيع. كللت بحجز كمية مقدرة ب 5900 قرص من المؤثرات العقلية، مركبة مستعملة في نقل وتوزيع، وبندقية صيد بحرية، مع توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم على مستوى مدينة باب حسن. على إثر إذن بالتفتيش وتمديد الاختصاص، تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي بإحدى الولايات الداخلية، وضبط بحوزته كمية من المؤثرات العقلية، واسترجع مركبة تستعمل لذات الغرض. المشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 29 و 41 سنة. سيتم تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا بعد استكمال الإجراءات الجزائية.